عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الدرس ديال اليوم غادي نديرو فيه تبطين. الطريقه ديال التبطين، كيفاش تبطني بيجامه، غندوره، مهم التبطين بصفه عامه ديال الكول داير. هانتوما البنات، عندي جوج طريفات ديال التوب، غادي نطوي على جوج. عندي الطرف الاول الطرف الثاني، واحد غندير به التبطين ديال الامام، واحد غندير به التبطين ديال جهه الخلف. غنحيد دابا هذا. هانتوما البنات، طويت التوب على جوج بحال هكا بهذه الطريقه. كتجيبي ديك القطعه اللي حيدتي ديال الخلف باش بلا ما تبقاي تعاودي الطراسي، هادي كتسهل عليك. كتجيبيها كتحطيها بلا ما تبقاي الطراسي، غادي تقطعي تشديهم بجوجات بحال هكا وتقطعي بالمقص. شفتوا البنات؟ غندير 6 سنتيم، كتبداي الطراسي 6 سنتيم من هنا وانتي غادية، 6 سنتيم 6 سنتيم، انتي غادية هكا بسنتيم انتي كتراسي. هانتوما البنات بحال هكا، شتو؟ هانتوما الطراسات ليا ديك 6 سنتيم، كيفاش غادي تجي؟ شتو؟ غادي نجيب المقص، غادي نقطع. شتو؟ ها هو ساهل وبسيط. هذا تبطين ديال جهات الخلف، ساليناه. غادي نجيب طرف ديال التوب، واحد اخر هانتوما، غادي نطويه على جوج بحيث هاد البلاصه خاصها تكون عندي مسدوده. غادي نجيب داك القطعه اللي حيدنا من الامام، عرفتوا، من العنق، كتحطيها بحال هكا. هادي طريقه سهله كتسهل عليك كثره الحساب وسميتو. كاينه طريقه وحده اخرى نوريها لكم. كطراسي 8 سنتيم بحال هكا اللي حيدنا ديال العنق، وكتحطي شحال هبطتي في العنق، في دوره العنق شحال هبطتي، واش هبطتي ب 10، واش ب 8، واش ب 11. انايا في هاد القندوره كنت هبط ب 12 سنتيم، راكم شفتوها هاهي فين جاتني. صافي، ممكن انك تجيبي البيستولي، ممكن انك ديري الدوره غير بيدك بحال هكا. وتقطعي، ولكن هاد الطريقه ديال القطعه ديال العنق كتجي اسهل، يعني كتوفر عليك حتى الوقت. كتجيبي ديك القطعه اللي حيدتي كتحطيها وكتقطعي بحال هكا. تقدري الا كنتي مبتدئه تزكيها بليزي سبانك، من هنايا تبتيها بليزي سبانك عاد تقطعي. هانتوما البنات، عندي هنا 5.5، غادي نطراسي 5.5 في كاع الجهات. هانتوما 5.5 5.5 5.5
خمسة ونص ونمشي. خمسة ونص، شفتوا البنات؟ يعني داك العدد اللي عندك هنا مثلا ستة سبعة، المهم داك الشي، هاد الدورة كتبقى على حساب القياس اللي بغيتي انتي ديري ديال التبطين. واش بغيتي ديريه نازل، واش بغيتي ديريه غير صغير، يعني القياس كتحديه انتيا، ماشي بالضرورة يعني كاين واحد القياس محدد. صافي وكتقطعي هلاك. ها انتم، ها هو التبطين ديال الامام اللي كتحليه، كيجي على هذا الشكل. شفتوا؟ هذا التبطين ديال الامام، وهذا تبطين ديال الخلف. كانت هذه هي الطريقه ديال الفصاله ديال التبطين، وغادي تمشيو معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش تخيطي. ورجعت معكم البنات باش نوريكم كيفاش تخيطي التبطين. ها انتما، اول حاجه خديت الظهر ديال القندوره، غادي تجيبي التبطين وغادي تحطي الوجه على الوجه. ها انتم بحال هكا، غتحطي الوجه على الوجه، الوجه ديال القندوره، غتحطي عليه التبطين على الوجه بحال هكا. ركزوا معايا البنات، وكتخيطي كدوزي واحد نص سنتيم ديال الخياط هلاك. هانتوما البنات، دوزت واحد الخط ديال الخياطة شي سنتيم هكاك. اش غادي ندير دابا؟ غادي تاخدي المقص وغديري واحد فتحات صغار بحال هكا. غير بشوية، غير فتحات صغارات باش مني نقلبو التوب بحال هكا ما يجيكش ما باش التوب مني نطويه يصيب بواحد المساحة فين تتنا فيها وما تجيكش ديك تعكريشة هنايا. هذا ديال الظهر، غادي نجيب دابا ديال الامام. هانتوما غتجيبي ديال الامام حتى هويا نفس المشكل، غادي تحطي تبطين الوجه على الوجه بحال هكا، وغادي تدوزي واحد سنتيم ديال الخياطه نفس الطريقه اللي درنا التبطين ديال جهه الخلف. الخيط تا هو كيبقى يتملص من الإبرة. هانتوما البنات، دوزي واحد سنتيم
هانتوما البنات دوزت واحد سنتيم على الخياطه نفس الطريقه اللي درت ديال الخلف غنديروها ديال الامام. كديري واحد الفتيحات صغار باش ملي نقلبوا تبطين ما تجيكش الخياطه معنكشه. صافي وكنقلبوا تبطين بحال هكا. غادي نوريكم واحد الفكره الا بغيتو ديروها بالنسبه للمبتدئات. تقدري انك تشدي تبطين بحال هكا بليزي سبانج كامل بحال هكا تمشي مع العنق كامل بحال هكا بليزي سبانك باش الخياطه تجيك هي هذيك ويجيك تبطين زوين. خاصه المبتدئات هاد الفكره كتساعدك وكيجيك التبطين مفيني وزوين. كاينه واحد الفكره واحده اخرى هادي كيديروها بزاف الخياطات لان كتجيهم سهله. ما كديريش هاد لي زيسبان كدوزي واحد الخياطه من هنايا من هنايا من التبطين من العنق باش كيتشد لك التبطين ديال الداخل مع العنق. كدوزي واحد الخياطه ديال نص سنتيم ولكن الا ما بغيتيش انت هذيك الخياطه ديريها كديري هاد الفكره ديال لي زيسبان كتجي زوينه كيجيك العنق مفيني وما فيه لا خياطه لا حتى شي حاجه. ها نتوما البنات غادي ندوزو دابا هاد الخياطه من هنا من الداخل كيف قلت لكم. ودائما انت كتخيطي وانتي كتدفعي ما كتجريش بحال هكا باش ما يجيكش تبطين من فوق بحال هكا. انتي كتخيطي وانتي كتدفعي وانتي كتدوري في التوب باش يجيك التبطين هو هذا. هانتوما البنات بعد ما دوزت هذيك الخياطه شفتوا دوزت الخياطه على التبطين من الداخل باش يثبت. هانتوما كيفاش كيجي شفتوا. غادي نحيد لي زيسبانغ اللي درت قبيله هانتوما كيفاش كيجي التبطين شفتو كيجي التبطين زوين اون فين.
ما كيجيش الداخل باين بحال هكا، ولا كتجيك هاد هاد المسافه اللي هنا منفوخه ولا. وبالنسبه للطريقه اللي قلت لكم قبيله راه ساهله، اشنو كديري؟ كدوزي 1 سنتيم ديال الخياطه بحال هكا، هانتو غادي نوريها لكم. هلا كدوزي هانتوما اللون بحال هكا كتجي، شفتو؟ حتى هي كتجي زوينه، ولكن كاينين شي كليان ما كتبغيش هاد الخياطه اللي كتكون هنا، كتقول لك لا انا كنبغي كتبغي العنق يكون فيني وزوين، ما كديريهاش ليها. بغيتي تسهلي عليك الخدمه كدوزي هاد الخياطه اللي هنايا، عاد كديري هاد الخياطه اللي لداخل. السلام عليكم بنات، رجعت معاكم من بعد ما درت دونتي ال سميتو القندوره جهه الامام، عاد غادي نكملو تبطين كيفاش غادي تجمعي. كتحطي الظهر، هانتوما البنات لصقنا فيه تبطين ديال الظهر بهذا الشكل. كتجيبي الامام، هانتوما كتحطي الوجه على الوجه، ركزوا معايا مزيان باش تفهموا. كتحطي الوجه وكتحطي عليه جهة الامام على الوجه بحال هكا، هانتوما شفتوا؟ وكتحطي عليه تبطين ديال الظهر، شفتوا كيجي الظهر الكتف ديال الظهر فوقو الكتف ديال الامام، عاد تبطين كتخيط. شفتو البنات؟ هانتوما خيط، كنعاود الجهة الأخرى نفس المشكل، كندير الكتف ديال الظهر مع الكتف ديال الأمام، شتو؟ مع تبطين جهة الأمام. هانتوما جهة الأمام كتجي الوسط ما بين الكتف ديال الظهر وما بين التبطين بحال هكا، وكتخيطي. دائما تثبتوا الخيط في الاخير باش ما يتقطعش. هانتوما شفتوا؟ من بعد ما خيطنا الكتفين والتبطين كيجي الفوق، علاش؟ باش ملي نقلبوه بحال هكا، شفتو؟ باش ملي نقلبوه يجينا لداخل بحال هكا، شفتو؟ هانتو نفس الطريقه اللي درت في جهه الامام درتها حتى دابا
بالنسبة للمبتدئات. أنا هاد الطريقة كنوريكم غير بالنسبة للمبتدئات باش تجيهم ساهلة، أما ملي كتمرني عليها مزيان راه ما كتبقيش تحتاجي أنك ديري لي زيسبانك. شوف صافي، ولا كدوزي داك سنتيم ديال الخياطة اللي بغيتي. دابا غادي نخيط تبطين من هنا، ولكن ما غاديش نخيطه بحال هكا، غادي نتني واحد نص سنتيم ونخيط. هانتوما شوفوا معايا، دائما تبتي الخيط ملي تبغي تبداي تخيطي باش ما يتحلش من بعد. كتمي غادية وكتني داك نص سنتيم وانتي كتخيط. هانتوما البنات كيف كتشوفوا، دوزت الخياطة من هنا غير باش نوريكم كيفاش الشكل النهائي. كيفاش كيجي هانتوما، هانتوما التبطين ديال جهات الخلف كيفاش كيجي شفتو، والتبطين جهات الامام كيجي بحال هكا. علاش من هنا قلت لكم ما توصلوش وتخيطوه بلا ما ديروا هاد الثانيه، الا اذا كان عندكم السورجي، الا كنتو مسورجين التبطين ماشي مشكل بلا ما تحتاجي انك تني، دوزي غير الخياطه عادي وصافي بحال كي درنا في جهات الامام. ولكن حيت ما عندناش ما دايراش ليها انا السورجي، تني واحد نص سنتيم ودوزي الخياطه. شفتوا البنات كيجي تبطين على هذا الشكل، والكتاف كيجي من جهه الكتف كيجي مفيني. شفتوا هانتوما كيفاش كيجي التبطين من جهه الكتف كيجي مفيني بهذه الطريقه. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون الشرح سهل ومفهوم، واللي ما فهمتش شي حاجه او بغات شي سؤال او عندها شي استفسار تخليه ليا في التعليقات، ولا ما فهمتوش وجاكم صعيب ماشي مشكل بغيتوني نعاودوا لكم مره اخرى نعاودوا لكم مرحبا. كان هذا نهايه الفيديو اليوم، في امان الله وشكرا.